أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام هنا في حديقة الشحر العامة، حلقة جديدة من برنامجنا برنامج تهاني العيد، حيث نفتتح هذه الحلقة بكل عام وأنتم بألف خير من حديقة الشحر العامة مع الجمهور الكريم الحاضرين الآن هنا في الحديقة في الاحتفال العيدي معهم، ندردش وأيضا نستمتع بفرحة العيد مع الأطفال. خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف كنت؟ الحمد لله بخير. من العيدين؟ ما نقول لك، عريس إن شاء الله. إن شاء الله ماشي إن شاء الله عريس وحاج أنت برضو. نحاج إن شاء الله. قل لي ناجحة، لا تقول لي حاج. طيب ناجح ثالث. ها؟ ثالث. قل ناجح أنت. طيب ناجحة وفي حياتك كلها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب تهنئة عيدية تقدميها لمن؟ واي يعني من؟ نهني من لهن لأمي. بس لأمي. بس طيب حلو. معانا لك سؤال. جاوبت عليه جائزة بسيطة مقدمة من راعي هذا البرنامج. السؤال يقول: من هي ذات النطاقين؟ ذات النطاقين؟ والله عرفتها بس الاسم ضاع. ايوه عرفتها بس الاسم ضاع. جواب كل شخص. في خيارات؟ في خيارات. طيب اقول لك من؟ خديجة بنت خويلد؟ ام اسماء بنت ابي بكر؟ اسماء بنت ابي بكر. ثبت على اسماء؟ ايوه. جواب نهائي؟ ان شاء الله. ما في تفصيل، لو اجابه خطا الله معك. استنى قلت من؟ خديجه بنت خويلد، اسماء بنت ابي بكر. اسماء. اجابه نهائيه؟ ايوه. طيب كيف عرفت انها اسماء؟ بس حسيت ان اسمها مألوف. ذات النطاقين هي اسماء بنت ابي بكر. صح. جواب نهائي؟ ايوه. مره خلاص نثبت على ذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر، والإجابة صحيحة. شكرا للمشاركة، جائزة عيدية مقدمة من راعي هذا البرنامج. طيب إيش تقولين لهم مناسبة العيد؟ تقولين لهم المشاهدين إيش؟ من العيدين. كل عام طيب. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ خير. طيب عرفينا عن اسمك، اسمك من؟ اسمي ورا مهر مودويلة. من؟ ويرى مها المدوية. طيب بمناسبة العيد تهني من أهلك؟ تهني من أهلك؟ أمي وأبوي. بس هم الأولى. هم الأولى. تهني أمك وأبوكي بس. طيب أخواتك هنا ما تهنينهم؟ بس. طيب ما عليك سؤال بسيط إن شاء الله تكون عارفته. سهل. تمام. جاهزة أنتي؟ ماشي ربشة؟ يلا. بتوك كده وكلش مستحي خلاص اعطوها برقع يا بنات ما تسوي بحق الحجاب كذا. جاهز السؤال؟ سؤال سهل. من هي ام النبي؟ ام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من اسم امه؟ مرضعتها. امه امنه من؟ امنه بنت وحي. أم النبي آمنة بتهم. متأكدة؟ أم النبي قالت آمنة بنت وهب. طيب ليش ما قالت حليمة السعدية؟ هي مرضعتها أم حليمة. حليمة مرضعتها، لكن أم من؟ أم آمنة. إجابة صحيحة. جائزة بسيطة مقدمة من راعي هذا البرنامج جوهرات مسلم. شكرا للمشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. كيف العيد؟ والله زين. عودت. كم حصلت عوائد؟ كم حصلت؟ 900. 1900. خلاص يلا تمام، بنخرج انا وياك اليوم، بنزل بنتعشى طيب. امي يلا هناك. امك هناك. طيب بنروح الحين هناك، ما عند امك بقول لها هاتي 1500 بنخرج نتعشى. بتعشين على حسابك ولا؟ من قريب اشوف امي وعايش. طيب بتشوف امك خلاص ما عبونك، شوف امك نبى عشيك على حسابي، ابغى تحد عشينا. طيب بمناسبه العيد تهنئه تقدمها لمن؟ تهني من اهلك؟ امي وابوي بس. واخواتي بس. اهل البيت وعماتي وكل اهل البيت وخاليها. طيب تقول لهم ايش بمناسبه العيد؟ تقول لهم ايش بمناسبه العيد؟ عندهم كل عام انتم بخير وانت بخير ان شاء الله. طيب معك انشوده او شيء تنشد؟
تقرأ قرآن؟ سورة الناس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. من الجنة والناس، جزاك الله ألف خير وجعله في ميزان حسناتك. هدية مقدمة من راعي هذا البرنامج، عيدية بسيطة جدا، شكرا للمشاركة. الله يحفظ. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ خير. خير. طيب حلو خير الضحكة. بخير فيها ضحكة يعني بخير صدق. طيب من اسمك؟ عايشة عبود القرزي. طيب يا عيوشة كيف الحفل في العيد؟ كيف شفت الحفل؟ زين. حلو. وكيف العيد معك؟ حلو. حلو. عودتي؟ ها؟ كم حصلت عواد؟ كم؟ كم الضحكي؟ 4-5. 5000 كذا 4000. طيب خلاص تمام، يلا شيل 2500 وبشيل 2500. رياض. ها؟ طيب عيوش ابغاني منك مشاركة انشودة معك او شيء. حافظة. يلا بسم الله. بالرياض نلتقي هنا في لن يوديني والمكانة. بالرياض نلتقي هنا بالعلم والديني والمكانة. بالعلم والديني والمكانة. بالرياض نلتقي هنا بالعلم والديني والأصالة. بالعلم والديني والأصالة. ريادة التقي. ما شاء الله عيوش صوتك حلو وانشودة حلوة. طيب يا عيوشة بمناسبة الانشودة الحلوة والصوت الحلو، هدية مقدمة من راعي هذا البرنامج، مجوهرات بمسلم. شكرا يا عيوشة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. كيف الحفل هنا في الحديقة؟ حلو. عجبك؟ طيب من العايدين؟ من الفايزين. طيب بدرسي في صف كم؟ 4. اسمك؟ دانيا. دانيا ما شاء الله يا دانيا، درسي صف 4. طيب دانيا ما شاء الله كيف في الدراسة، شاطرة ولا مش شاطرة؟ زين. شاطرة. شاطرة. تبي من الأول؟ تبي من الأوائل؟ أي ما شاء الله. طيب بغيت السؤال أبتك لنا إنشودة. إنشودة. يلا عطينا إحنا إنشودة. أبي اشترى لي ساعة فلم أنم من الفرح، أقربها مكهرب غطاؤها لا ينفتح، بالليل تمشي والنهار لم تنم وتفترح، إذا سمعت صوتها يدق صدري ينشرح. انشودة الساعة صح؟ في صف كم دي؟ تانية. في تانية أو ثالثة؟ ثالثة. في ثالثة صح؟ طبعا بمناسبة الانشودة طبعا بغينا منك الآن تقدمين تهنئة، تهنئين ما من أهلك؟ أهني أمي وأبوي وأخواتي وكل من هو في البيت. أيوة. طيب تقول لهم إيش؟ نعايدين. من العايدين الفائزين إن شاء الله، وكل عام وانت طيبة. هدية عيدية مقدمة من راعي هذا البرنامج، مجوهرات بمسلم. شكرا يا دانيا. عفوا. شكرا. لأنكم تستحقون الجمال، كان لزاما علينا أن نأتيكم بأجمل الحلي لتبدو أكثر جمالا. مجوهرات متنوعة وأشكالا من الحلي الفخم من مجموعة محلات مجوهرات بامسلم، اسما لأكثر من 60 عاما من الريادة في عالم الذهب والمجوهرات والحلي. مجوهرات بامسلم اسم يستحق الثقة، زورونا لنقدم لكم كل ما تحتاجونه لجمالكم من الذهب والمجوهرات. عنواننا سوق شبار، مدينة الشحر، محافظة حضرموت.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. أنت عارف عليك في البداية أم من؟ أم خالد بسيف. ما شاء الله يا أم خالد، كيف العيد معك؟ الحمد لله عيد، الحمد لله كل عام نحن طيبين إن شاء الله، نحن والأهل وأنتم جميع المسلمين يا رب. أمين إن شاء الله. كيف شفتي الأجواء العيد وهنا الفرحة في الحديقة؟ والله زين الحمد لله. طيب معايا لك سؤال، كم مرة حج الرسول؟ اللهم صلي وسلم عليه. الرسول حج حجة واحدة، اللهم صلي وسلم عليه. حج الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، متأكدة من الإجابة؟ متأكدة إن شاء الله. متأكدة؟ مدرسة إسلامية. ما شاء الله، مع أنك مدرسة إسلامية يعني عندي خلفية حلوة. الحمد لله. طيب تهنية عيدية تقدمينها لمن؟ والله نهني أبوي طول بعمره، وأمي الله يطول بعمارهم، ثم أخواني وأخواتي وابني خالد، ومن يعز علي إن شاء الله. ما شاء الله. طبعا هذه هدية بسيطة مقدمة من راعي هذا البرنامج بجوهرات بام سلم. شكرا للمشاهدة. يعطيك العافية. الله يحفظك. الله حيوه. هنا مع فرحة الأطفال نجتمع بالاثنين. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. من اسمك؟ أحمد دمار بن ضمن. وأنت؟ معتصم فتح. طيب بن ضمن ومن؟ معتصم. ومعتصم. طيب حلو. في الحديقة هنا ايش جيتوا تسوون؟ ايش جيتوا تسوون؟ الحفل. تشوفون الحفل؟ كيف الحفل؟ تمام. ايش جيتوا تسوون في الحديقة؟ حفل زين. ايش جيتوا تسوون؟ اقول لك ايش جيتوا تسوون في الحديقة؟ تشوفوا الحفل؟ نشوف الحفل. نعم. طيب كيف شفت الحفل؟ تمام. عجبك؟ ايوه. ايش اكثر شيء عجبك في الحفل؟ الفرحة. فرحة. وانت ايش عجبك في الحفل؟ عطيها حبتين عادك. والله على شكله ماخذ العيد بربعية حبتين. طيب طيب ايش عجبك في الحفل؟ ايش اكثر شيء عجبك في الحفل؟ مشاركات الواحدة. عجبنا كل العاب وكذا. طيب دحين بغينا منك تهنية، تهني من اهلك؟ تهني من اهلك؟ امي. ومن؟ ابوي. ومن؟ اخواني. ومن؟ وعماتي. عاد حد. وعمامي. عاد حد. خوالي. آخر كلام بس. عب زيد. طيب أنت تهني من أهلك بمناسبة العيد؟ أهني أمي، أهني أبي، وأهني أباتي. أيوه. أهني عائلتي كاملة. طيب إيش تقول لهم؟ من العايدين كل عام أنتم طيبين. وأنت إيش تقول لأهلك؟ من العايدين كل عام أنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. نشكركم على هذه الجلسة اللطيفة الخفيفة الحلوة الظريفة. ما شاء الله إحدى أبناء مدينة الشحر. وأنت من وين؟ من الشمال. من وين؟ من صنعاء. ما شاء الله أصحاب محافظة صنعاء برضو متواجدين هنا في حديقة الشحر. ألف تحية لكل من يشاهدنا من داخل حضرموت خاصة أو من خارج حضرموت من محافظات اليمن بشكل عام. ألف تحية لكم وكل عام وأنتم بألف خير. مشاهدينا الكرام، في حلقة تهاني العيد اليوم لدينا ضيف شرف هنا، الأستاذ الفنان صلاح باركبة. أهلا وسهلا. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف العيد معك؟ والله العيد زين. أحسن من العيد اللي فاتت؟ نعم والله. طيب صلاح باركبة هنا اليوم متواجد في حديقة الشحر أول مرة صح؟ أيوة. ما تجي حديقة الشحر؟ نعم. طيب كيف شفت حديقة الشحر وكيف جمهور حديقة الشحر؟ والله جمهوره مليان وحديقة الشحر زين صدق. عجبتك؟ نعم. طيب يا صلاح في الحين نبغاك توجه تهني يعني من أهلك، تهني ما من أهلك يعني و... تهني ما من أهلك. نهني من أهلي يعني. نهني الوالدين ومن عاد وأصحابي. حلو. بمناسبة العيد تهنيهم ايش تقول لهم؟ عيد سعيد، وعريس العريس، والحاي حاي قدو. عرسان وحجاج ان شاء الله. طيب يا صلاح، لان بما انك فرصة الحين ضغط على برنامج تهاني العيد، نبغاك تقدم انشودة حلوة. فنعطيك جائزة. انشودة، اغنية، اي شيء معاك يعني. المهم المشاهدين الان يشوفونك وانت لك القرار، تغني بتنشد اي حاجه. المايك عندك بنعطيك جاهز مع الاكسير. قالوا ترى مالك كامل، قلت اتركوني واسكتوا، خلوا العتاب اللوم
قدني غرقت في بحرها وش باعي بدلهم قالوا بتلقى غرها وتركها غليهم قلت العفو يا حسيدين قلت القبر بالقيوم قالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم ابعد وجنب دربها هذا هو المقسوم. يا سلام صوت رائع. طبعا أنا وعدتك أن أعطيك هدية وهذه هدية مقدمة من راعي هذا البرنامج جمهورة بمسلم. هدية بسيطة والله قليلة بحقك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف أجواء العيد معك؟ والله أجواء حلوة كويسة. طيب عرفنا عنك. عزيز بعبدالله. طيب يا عزيز ما شاء الله أنت الآن إحدى أفراد الأمن هنا في تنسيق الحفل. نعم. طيب كيف يعني شغلكم وكيف تشوفون الأوضاع حاليا؟ تلاقون صعوبات أكيد. الصعوبات أكيد في صعوبات. طيب دورك إيش أنت بالضبط؟ دوري أنا عند القفزون ده اللي يخرج لكم القانون بدون دخلهم بدون كروت يقفزون برضو عشان نفرق بين العوائل نعطي العوائل مساحة خاصة. حلو جميل جدا. طيب يا عبد العزيز تهنئة تبغى تقدمها لمن؟ نهني الوالد والوالدة والأخوان والأصحاب والأهل وجميع طاقم العمل. نقول لهم كل عام أنتم بخير وكل عام أنت طيب إن شاء الله وحاج بإذن الله وعريس. آمين إن شاء الله. عريس إن شاء الله. إن شاء الله قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. هيا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك؟ بخير وعافية إن شاء الله. عرفنا عنك. سالم غرابي. طيب يا عم سالم كيف العيد معك وكيف أجواء العيد؟ الحمد لله العيد كويس. العيد لما الأهل والأخوان والأطفال والحمد لله الحمد لله. أنت الآن ما شاء الله متواجد في حديقة الشحر، كيف شفت الحديقة وفعاليات الحديقة؟ والله الحمد لله تشوف الهدية ما شاء الله لمة الناس والاحتفالات والمسرحيات حاجة تجمع الناس وتعطيهم أنا أقول ذاك الوقت فراغ تغطي لهم يعني فرحة العيد يعني. طيب تهنئة عيدية تقدمها لمن؟ أكيد للأهل أكيد الأهل فرحة العيد للأهل والهدية وتهديها للأهل والأصحاب والأخوان وكل شخص عزيز عليك تهديها للعيد. تقول لهم إيش بالنسبة لي؟ كل عام أنتم بخير إن شاء الله وحجاج وعرسان وموظفين في الدولة برواتب كويسة ومصلحة عامة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا على هذا المشاركة حبيبي هشام. الله يحفظك.